شكرا مرة ثانية للأستاذ. ونفتح الفرص فرص الأسئلة والتعليقات. بأخذ في البداية زي 4-5 أسئلة وبعديها بنشوف يعني بنشوف إنه المسألة بتمشي كيف. فإذا قرر الأستاذ إنه يرد على أي سؤال على الأسئلة مباشرة أو بعد 5 كل 5 أسئلة مش أحسن؟ هاي 5 أسئلة وبعد نرجع للمجموعة الثانية. عندنا سؤال أول من دكتور إبراهيم. هيئة علماء السودان تقول لا يحق أو لا يجوز الخروج على الحاكم، فهل هنالك خطاب مشابه في القرون الوسطى في بريطانيا؟ هيئة علماء السودان بتقول إنه لا يحق ولا يجوز الخروج على الحاكم، هل هناك يعني حاجة مشابهة في القرون الوسطى في بريطانيا فيما يتعلق؟ هذا السؤال الأول. طارق، بالنسبة لحق الاحتجاج، الاحتجاجات اللي صاروا في السودان صاحبتها محاكمات لأفراد يعني تم اتهامهم زورا بأنهم يعني خربوا أو ساهموا في عمليات قتل منتسبين للنظام وكذا، والمحاكمات دي اعتقد انه الاستاذ كان جزء من بعضها. يعني ظاهر جدا انها كانت فري ستيت، يعني الخطاب فيها يعني الاتهام فيها كان ضعيف جدا جدا وكذا. فيا ريت الاستاذ يتكلمنا عن هذا الموضوع. انا عندي سؤال برضه للاستاذ فيما يتعلق باشكال الاحتجاج، لأنه في أشكال مختلفة للاحتجاج والأستاذ ذكر جزء منها من ضمنها الاعتصام وغيره. والندوة إنه الاحتجاج حق، وتكلم عن الاحتجاج السلمي يعني هو العنوان جامع ومانع في نفس الوقت، إنه الاحتجاج أشكال محددة للاحتجاج والسلمي. الحدود الفاصل بين الاحتجاج السلمي والاحتجاج الغير سلمي شنو؟ وشنو القيود القانونية؟ تكلم لنا الأستاذ عن إنه وثيقة الحقوق اللي هو جزء من الدستور بيأمن الحق في الاحتجاج، ولكن في قيود. إحنا عارفين قوانين الأمن وعارفين القوانين بتاعت الأجهزة الاستخباراتية وغيرها. ما هي القيود الحقيقية اللي بتحد من إمكانية ممارسة الاحتجاج؟ والجزء الأخير من سؤالي إنه أنا طبعا ما تكلمت عن الأستاذ وعرفه لأنه أنا عارف إنه أي زرعة هنا. الأستاذ يعني هو يعني يتعامل مع قضايا كثيرة بتاعت ناس كان احتجاج في أشكال محددة، وهو شخصيا يتعرض لتهديد بسبب أو اقتحام مكتبه لأنه بيحاول يدافع عن الناس اللي بيمارسوا حقهم في الاحتجاج. فالإشكالات القانونية والاحترام للقانون والممارسات الموجودة في الحالة دي في السودان والحماية القانونية ليه وهو كناس بيحافظوا وبيدافعوا عن الناس اللي بيمارسوا حقهم في الاحتجاج، شنو في القوانين السودانية والوثائق الدولية والتشريعات اللي ممكن تحميهم؟ شكرا. في أي سؤال ثاني يا شباب؟ والله في سؤال لكن ما في الاحتجاج بس في حقوق الإنسان ممكن؟ نعم. الحقيقة عايز أتكلم إنه وزير الداخلية قبل فترة صرح إنه في 3 مليون لاجئ من دول الجوار في السودان عايزين يمشوا أوروبا. كويس؟ وفي حاجة اتفاق حصل بين حكومة السودان وحكومة بريطانيا اسمه خرطوم بروسيس، ودفعت أموال من إيطاليا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا على أساس إنه اللاجئين اللي يجوا السودان ريسيتلينج ذيم إن السودان. هل من حق الناس ديل إنه يمنعوا اللاجئين يمشوا للدولة اللي عايزينها حتى لو كانت إسرائيل عن طريق الطرف الثالث؟ هل من حقهم إنه ما يقعد في السودان ولا يعني ده سجن لانه بيسجنوهم؟ وده افتكر يعني بيتعارض مع حقوق الانسان. وما بعرف هل النقاط اللي انت ذكرتها الامريكيه دي هل هي نقاط ويلسون ال 14 اللي قامت عليها منظمه الامم المتحده قبل ما تكون هيئه الامم المتحده او لا؟ افتكر انه في النقاط ال 14 مذكوره حقوق
الإنسان بالنسبة للاجئين. شكرا جزيلا. سيد أحمد. أيوة في الحقيقة تعديلات دستورية مؤخرا أجازوها في البرلمان، فشنو السيجنيفيكانت بتاعها؟ عليه بعد. ندي فرصة للأستاذ ونرجع بعدها للشريف. طيب بالنسبة للخروج على الحاكم وأنه هل هناك بالنسبة للكنيسة دور يعني مساوي لل سوري ولا ده ما سؤال؟ معلش يا أستاذ، أنا بس كنت عايز أوضح أنه كل الأنظمة الدكتاتورية بتحاول بقدر الإمكان تلقى سنة أسانيد دينية أو وهمية عشان تقوم تثبت وجودها. فنظام زي حق السودان مثلا خدتين المسألة بتاعت يعني أنا متأكد إنه هيئة علماء السودان هي هيئة فقط لتسديد الحاكم وحاجاته الديمقراطية يعني، بالتالي عندهم المبدأ إنه يطلعوا أسانيد وهمية أو دينية أو whatever يقول فيها مثلا الخروج عن الحاكم هو يعني نوع ما محقق، يقول شنو؟ يعني زي الكفر كده او حاجه زي كده. فاكيد بيكون في تمت مراجع او مرجعيه في القرون الوسطى بالذات لما كانت الكنيسه عندها سطوه على الشكل بتاع الحكم في البلد هنا دي، فاكيد بيكون او انا ده تخيلت انه يكون في حاجه مشابهه. صحيح، ما انت كلامك صحيح، انا فهمت كده. هو طبعا يعني الخلط دائما بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية هو يؤدي للاستبداد المطلق. يعني لما مثلا اتخطى على يعني هحكي لك حكاية لا في ناس الحركة الشعبية أول ما جو السودان لو في زول من الحركة الشعبية ما يزال لو جابوا دعونا عشان يتناقشوا في مواضيع بتاع دستور ولاية الخطوط، فكم من الكلام اللي قلنا لهم يعني يا اخوانا المسألة بتاعة الحاكمية لله دي مسألة خطيرة جدا، ولأنه المشروع كان مكتوب فيه الحاكمية لله، ودي انت ما ممكن دستور ولاية يفوت دستور البلد. البلد دستوره بيقول السيادة للشعب. يبقى المهم بعد كده قاموا يوم مرروا المادة بيقولوا الحاكمية لله وفقا لجميع الأديان. فاتكلم معي واحد يعني بدون اسماء قال لي، قلت له يا اخي ما مررتوا الماده، قال لي لا لا ما احنا قلنا وفقا لجميع الاديان، قلت له دين واحد تعبنا التعب ده كله المساله هي ليست في الدين، المساله في السلطه. يعني انت مجرد ما هو طبعا اي ذول هيتكلم باسم الله ما بتقدر تعارضه، وبالتالي بكون كلامه انت لو اتكلمت تكون شيطان. يعني في حزب الله لازم يكون في حزب الشيطان، وبالتالي المساله ليست يعني لما نتكلم عن الفقه الاسلامي، ما هو الفقه الاسلامي لاحظ انه الفقه الاسلامي سمي اسلامي لانه بيبحث في الدين الإسلامي، ولكن مش لأنه هم دين مفوضين من الله يقولوا الكلام، ولا مفوضين من الحاكم. يعني لذلك وهم ذات الفقهاء دين ذبحهم الحاكم. يعني أحمد بن حنبل ده كله من هنا الجامع ذبحوا الخليفة في الجامعة، يعني ذبحوا كده، وقال وعيد الضحية، قال الناس امسوا ضحية أما أنا فضحية. فهي المسألة وين؟ المسألة في أنه
توحيد السلطة في يد، دائما بيقولوا أنه يعني الفصل بين الكنيسة والدولة. هنا بيقولوا الكلام ده ليه؟ ما تكلموا عن الدين، بيتكلموا عن الكنيسة، لأنه الكنيسة هي اللي كانت بتمثل ال يعني الهيد اوف مونارك بالظبط. أنه أنت الملك ولاه الله، ما وليته أنت، الله هو اللي اداه السلطة، فأنت منو اللي تتكلم عنه؟ بالمحاكمة بتاعت الثاني قال لهم كده، قال لهم انتوا ما عندكم سلطه عشان تتكلموا معي، لانه انتوا ما جبتوني، انا جابني الله وما مسؤول الا قدام الله، وكلام من ناحيه دستوريه بيكون صح. لو انت اعترفت له بانه هنا طبعا في بتعرف انه هنري الثامن عشان يتزوج للمره الثامنه ولا كم معي، قام عمل نفسه هو ذاته رئيس الكنيسة وخلص، يعني عمل كنيسة جديدة وأخضع عليهم مباشرة. فعشان كده أنا برا في كلام مع أحد القادة السياسيين كان بيقول لي أنه في الوضع في الإسلام مختلف عن الوضع في المسيحية، لانه ما في كهانه في الاسلام، الاسلام ما عنده كهانه. وده قلت له يا اخي ما معه. طيب هو الجماعه دي اللي بيطلعوا الفتاوى دي شو؟ كهانه. هيئه علماء السودان وما اعرف شنو، كله ده حلال وده حرام. ما هي اصلا اي دين عنده لازم يكون عنده كنيسه، سميها اي اسم، لكن لازم يكون عنده جهه بتاع. والمشكلة ما في دي، المشكلة في اختلاطه بالسلطة الزمنية، لأنه سلطة إذا كان أنت ما خضعت للشعب ما في فائدة، يعني ما في أي جهة هتحدد سلطاتك. فإذا أنت قلت أنا الخليفة عثمان بن عفان لما جو حاصروه قالوا تنازل خلاص انت بس خلي الخلافة، ما دارين منك شيء. قال والله لا اخلع رداء سربلنيه الله، سربلنيه لبسني له الله، لبسني القميص ده ما بقلع. فقطعوا راسه. المسألة انت ما عندك الا واحدة في الاثنين، يا إما تقتل الخليفة يا تقبل بحكمه. عشان كده لازم المسألة بتاعت الخلط بين الدين والدولة دي هي أول يعني مسألة فيها استبداد. وعشان كده الخروج من الحاكم، لكن تعرف يعني الصراع بين الكنيسة والإنا، يعني دي نقطة حق الواحد برضه يقوله، انه كان في اشراقات في المساله. يعني الماجنا كارتا دي كتبها اسقف كانتربري، اللي كتب الدرافت بتاعه كتبه الاسقف بتاع كانتربري، مش لانه هو عايز ديمقراطيه، لانه الملك عاصم. وبالتالي الصراع بين الهلاله بين الكنيسه بين النبلاء والكنيسه بجهه والملك من جهه كان خطوه للامان، انه الناس يعني يمشوا. لكن كان اتحدوا سوا يعني على الديمقراطيه والسلام. محاكمه سبتمبر دي حد لنا احنا هو طبعا حصل حصلت انتهاكات كثيره اثناء المحاكمات، ويعني في ناس كثيرين ادينوا دون بينات كافيه، ولكن كان بيحصل شيء لانه ذاته بالنسبه للقانون الجنائي او الاجراءات الجنائيه ما كان
يعني تضمن لو استأنفت يحصل شيء. يعني كل ما تكون العقوبة خفيفة ان احنا بنفوت ما بنستأنف. رغم انه احنا مقتنعين بالإدانة ذاتها. يعني مثلا سمر مرغني اتهموها من اتهموها بانه كان في افلام فاضحه في موبايل. التهمه ذاتها سخيفه. لا انت دخلك شنو بالموبايل يعني؟ وبعدها حتجيب وين يعني؟ المره الجايه تفتش راسي تشوف لو عندي انا فكره ما كويسه ولا كيف يعني. ما لازم يكون في حدود لتدخل الدولة في شؤونها. لكن واقع الأمر أنه ما كان فيه. هي سمر صورت جريمة قتل بارتكبها شرطي في مظاهرة فقبضوها ودقوها وقاموا لما حاكموها جاء قالوا الجهاز ده فيه أفلام فاضحة. أفلام إحنا طلبنا ما بيتفتح. هم لأنه عملوا حاجة مزحوها. طلبنا يجيبوا مسؤول من سامسونج يجي يفتح الجهاز محكمة شورى. المسؤول لما جاء قال أنا ممكن أفتح الجهاز لكن هتتمسح كل الداتا لأنه أنا لو عملتها بالطريقة بتعمل الشركة، فالشركة بتعمل الطريقة لكن عشان ما تتحكم يعني في أجهزة الناس ومعلوماته الطريقة دي والدليل كله ترجعه زي ما طلع من المصنع. فقلنا خلاص يعني القاضي رغم كده أدينت وصدر ضدها حكم بغرامة. يعني شاورت معاها وما حقوها انه ما يعني فرست عن يحصل شنو كده خلاص ندفع الغرامة دي ونعتبر انه المسألة. لكن طبعا ممكن نمشي المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية هي من 3 يوم طلعت قرار في دعوة لقناها نيابة عن أمير مكي وفاروق الرئيسة. قالت انه الاعتقال بدون اوامر قضائيه وبدون حق اللجوء للقاضي دستوري. قالت لا ما في حاجه. وقالت احنا جلال على لطفي قعدنا ننتقده لما مات الله يرحمه كان عمل سابقا سنه 68 على انه المحامي الاكسس تو لوير يبدا من لحظه القبض وانه ما في حاجه اسمها التحري لازم يكتمل. وقال كان اكتمل التحري فائده مقابله المحامي من سنه 68. المحكمه الدستوريه اول امبارح قالت والله مرات بيكون من الضروري انه ما يقابل ولا يجي. يعني حسنا من نرجع نكتب في الحكايه دي. لكن المهم انه شنو؟ انه بتحصل يعني بيحصل احكام ما تكون صحيحة. ومحاكمات سبتمبر كان في بعض الأحكام كويسة وبعضها ما كويسة. لكن في النهاية القانون ما هو مسألة يعني خلافية. يعني أنا مثلا بقول الحكم ده ما في شيء يعني يخليني أدعي أنه أنا الذي أقرر في المسألة. خلاص في قاضي والقاضي قال الكلام. طيب الأشكال الاحتجاج السلمي مشكلة؟ الأشكال بتاع الاحتجاج السلمي لا يمكن حصرها يعني. لكن إذا كان الاحتجاج جماعي بيبقى معروف. الفرق بين الحدود بتاع السلمي والغير سلمي وعدم استعمال العنف، عدم استخدام العنف، انه انت بتعبر عن رايك دون ان تستخدم العنف. في مشكله هنا حاسه كانوا عدلوا القانون عشان يزيدوا العقوبه على الشغب، والشغب اصلا ليس من العنف
من حقوق من الحقوق، هي الشغف دي جريمة أصلاً. وبالتالي قال لي أنت ليه منزعج من الحكاية دي؟ لكن أنا منزعج مش لأنه عايز شغف، لكن لأنه حقيقة الشرطة لا تسمح بأي مظاهرة نهائي، وأي مظاهرة تقوم تعتبرها تجمع غير مشروع، وتقوم تبتدي تضرب في الناس. لو تضرب في الناس، الناس بيردوا يعني بيردوا، فتقلب أي مظاهرة لشغب ويبقى الجريمة عقوبتها 5 سنين و7 سنين وكذا. فدي هي المشكلة. لكن يعني ما طالما أنه يعني يجب أن نكون، يعني إحنا أصلاً ما سمعنا بأي مظاهرة سمحت بها الحكومة. يعني أنتوا سمعتوا وروني، أنا ما سمعت، ما في إلا تكون مظاهرة تعيد، يعني مظاهرة ده جاي من وين وده وصل وين وأيوه وتطلع ومظاهرة وكذا، لكن أي احتجاج ما مسموح به. وبالتالي بيحولوه لشغب ويحولوه لاحتجاج غير سلمي، لكن هو في البداية احتجاج سلمي والناس دايرين يعبروا عن رأيهم. بس القيود بتحدد من حرية الاحتجاج، القوانين دي يعني كمية من القيود، منها مثلا انه عشان تعمل موكب لازم تجيب اذن من لجنة الامن في المنطقة. لجنة الامن ما بتدي اذن، في قيد دائم ومستمر على حق التجمع. طبعا احنا نفرق بين يعني حق التجمع السلمي وحق التنظيم، لأن حق التنظيم فيه ديمومة، يعني الناس يعني مش ديمومة، بيستغرق وقت، يعني الناس بتتنظم لزمن عشان تعمل حاجة، في حين أن حق التجمع السلمي الناس ممكن تتجمع بس الليلة عشان تقول كلام اتفقوا عليه، احتجوا على ذلك. حق التنظيم بيواجه في السودان بقيود كثيرة جدا. حسا يعني الحمد لله نجحنا في دقيقتين في أسبوعين الفاتو دي، أنه تم المحكمة الإدارية ألغت قرار حل اتحاد الكتاب وألغت قرار حل المنتدى المدني، ودي من الـ NGOs، لأنه في الفترة الأخيرة اتحلوا عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، وبيتحلى بدون يعني أسباب واضحة، وفي المحاكم في عدد من القضايا بعد ما تم بشكل كويس، لكن طبعا لسه في ضغوط. الحماية القانونية لحق الاحتجاج دي نون اكزيست، ما في كلام بيقول ذلك. خرطوم بروسيس دي مسألة فيها مشاكل كثيرة. هم ما المسألة ما منع اللاجئين، يعني حسب الاتفاق وبين هو مش بين الايو وحكومة السودان وغير حكومة السودان وايضا دول الجوار. الخرطوم بروسيس بيتكلم عن الهيومن ترافيكينج، بيتكلم عن الايو الاتجار بالبشر، ودي كمان جريمة جديدة وغامضة وحدودها ما واضحة كثير، لكن مرات بيخلط بين اللاجئ وبين، لأنه الإتجار بالبشر هو أنه في ناس بيتنقلوا عشان أيذر بيجيك أبيض يشتغلوا في سكس وهيكرز وكده، أو كمان يشتغلوا في السوق الأسود بتاع العمل، يعني في ناس بينظموا نقل الأشخاص عبر الحدود من بلاد فقيرة إلى بلاد، ولكن ما عندها صلة مفروض
يكون ليس لديه لا صلة أصلا باللجوء السياسي. الحقيقة ما يحدث في هذه الدول هي أن الناس يعني هي ما ممكن دي تكون طريقة لمعالجة الإتجار بالبشر، حتى الإتجار بالخلي اللي لأنه الإتجار بالبشر ده بقوم على حاجة، على في نيد، في نيد معينة في المجتمعات، المجتمعات فقيرة وما فيها شغل، والناس ما قادرة تأكل ولا قادرة تشتغل، فبتضطر تنزع، وبتنزع بتمشي للناس بتقع في براسم التجار ده لأنه في. فأنت الليلة لو عايز تنهي هذا ليس بإجراءات بوليسية ولا بالمسائل بشكل، لأنه الدول أول حاجة لازم تحسن الاقتصاد. أنا في رأيي أنه الاقتصاد بتاع الدول دي لن يتحسن طالما فيه أنظمة استبدادية. الحاجة بسيطة جدا أنه طوالي بيجي مع الاستبداد الكوربشن، لأنه ما في الناس ما بيشوفوا ما بيعرفوا اللي بيحصل شنو، ولا حق لهم في أن يعرفوا كيف تدار شؤونه، وبالتالي بيحصل الكوربشن. الكوربشن ده إتيتس بيتاكل موارد البلد وبتزيد من الفقر، والفقر حيخلي الناس تنتقل يعني. عشان كذا أنا بفتكر أرطون بروسس فيلير كومبليت فيلير، ما هتمشي قدام ولا. بالنسبة للحقوق الإنسان هي الحقيقة متجاية، لما نتبع حقوق الإنسان في الوثائق هي بدت بعد الماجنا كارتا في وثيقة الحقوق الإنجليزية، ودي بعدها جاءت حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عقب الثورة الفرنسية. الأمريكانز لحقوا الناس، لحقوا بعد فترة بعد الاستقلال وقاموا عمل التعديلات العشرة حتى الاسم، لكن يعني هي موجودة، أنا في تقديري موجودة في الضمير العالمي هذه الحقوق، ومعروفة ومتفق عليها. لمن الأمم المتحدة أصدر الوثيقة بتاعت الإعلان العالم لحقوق الإنسان، كانت كل هذه الحقوق تم تبنيها في وثائق سابقة. لذلك ليس من حق جهة أنها تدعي يعني أنها هي عملتها. إذا كان في ادعاء يجي للبلد دي الحقيقة، لأنها هي قائدة التطور دائما. نجي للتعديلات الدستورية. التعديلات الدستورية دي فيها وفيها، هي أول حاجة طبعا أنا ذاته هاجموني، لأنه لما دعيت للبرلمان مشيت طلبات دعوناش نتكلم في موضوع فصل النائب العام من وزارة العدل، وهذا انا اصلا دعيت له، ولما الحكومه استنته قاموا قال لي تعالى خاطب هنا، ما كان يعني ما كان مفروض اقول، ما ممكن اقول لا، يعني لازم امشي واقول الكلام، وانا ما داير اقول لا. وانا قلت لهم للصحفيين السالوني قال لي كيف كمال الجزولي ما مشى وانت مشيت؟ قلت له اسالوا كمال الجزولي ويقول ما مشى لي. انا مشيت لأنه الحكومة دي ما ود عمك تخاصمها، يعني ما في زور بخاصم الحكومة. أنا بجي لأنه الحكومة دي بتلزمني بقوانينها، فعايز أتفادى المصيبة دي. وده جزء من حق الاحتياج. هو الحقيقة الكلام ده يعني رد على الناس اللي بيتصوروا أنه العمل المعارض يجب أن يكون عمل غير مشروع فخر، وعمل في طبيعته مشروع. أنا كان رأيي اللي قلته في البرلمان أنه والله التعديل اللي بتعمله ده لن يحقق استقلال النيابة العمومية عن وزارة العدل أو عن السلطة التنفيذية،
لأنه التعديل بيقول أنه يعين رئيس الجمهورية النائب العام ويكون مسؤولا أمامه. قلنا لهم لا، أنتوا لو عايزين رأيه تقول يعين رئيس الجمهورية النائب العام بناء على توصية من مفوضية القضاء، بحيث أنه تشارك المفوضية في التعيين ويكون خاضع لتأييد من البرلمان، عشان يبقى الثلاثة سلطات عين نائب العام وبالتالي يكون مستقل عنه. نمرة اثنين، لا يخضع للعزل، وإلا إذا أنت أخضعته للعزل يكون مستقل كيف؟ هيكون دائما شاعر بأنه هو تحت السلطة التنفيذية، لذلك لا يخضع للعزل إلا بإجراءات بتاع الإمبيتشمنت بواسطة البرلمان، وما أخذ طبعا بالكلام وطلع الكناية زي ما هو. فالتعديلات الثانية، ولأنه مخرجات الحوار، الحوار هنا ناس كثيرين يعني بيقولوا والله الحوار ده ما حوار، ده اكشوالي يعني حوار مع الذات، مونولوج، لانه ما في معارضه ما شارك، وقد يكون هذا صحيح. لكن رغم ذلك الريكومنديشنز بتاع الحوار ده ما قدرت الحكومه تنفذ، يعني غلب شعرت بانه تومت. ولأنه الريكومنديشنز بيقول تقليص سلطات رئيس الجمهورية، التعديلات بتعمل على زيادة سلطات رئيس الجمهورية. صحيح عملوا رئيس وزراء، لكن رئيس وزراء مسؤول أمام رئيس الجمهورية، هو بعينه رئيس الجمهورية، وبالتالي بيبقى تحت الجمهورية. وعملوا تحسين لقرارات رئيس الجمهورية من بعد، قالوا أنه قرارات رئيس الجمهورية قرارات سيادية، وهذا غير صحيح، مش كده؟ ما صحيح، يعني في قرارات ما سيادية وفي قرارات سيادية. ممكن أنا أصلاً القرارات السيادية عم تخضع للطعن أصلاً، يعني ما يعني إعلان حرب مثلاً ما في زول بيقدر يطعن في قرار رئيس الجمهورية إعلان حرب، لكن في قرارات including إعلان حالة الطوارئ ممكن تخضع للطعن ويكون مراجعة قرارية. احنا حسا أنا عندي طعن في المحكمة الدستورية، ما أعرف حيكون مصيره شو، هو طعن ضد قرار رئيس الجمهورية عمل قانون التحكيم بأمر مؤقت مرسوم بالدستور، وهذا الطعن ماسك أمام المحكمة الدستورية. هل تحسين قرارات رئيس الجمهورية راح تحصله ولا لا؟ الله أعلم، لأنه ده مرسوم بالقانون. فالتعديلات الدستورية هي ليست فقط يعني ما بتأدي لزيادات الحريات العامة، بل هي بتخالف مخرجات الحوار ذاته، مخرجات الحوار الوطني اللي بنسموها الوثيقة الوطنية، ماشية ضدها. وما يعني الوثيقة بتتكلم عن الحريات العامة وبتتكلم عن تحديد سلطات الأمن وبتتكلم عن حاجات كثيرة، والأمن هو بيعتقل في الناس، والحكاية ماشية زي ما هي، وما عرضت حتى لم تتضمن التعديلات الدستورية. طيب بندي فرصة للأستاذ شريف والأستاذ صفية والدكتورة والبشمهندس بالترتيب لو سمحتوا. فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، هي المفروض تكون مرجعية تشرح تفسير الدستور.